السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله مفيد جدا جدا لأي حد بيجهز أو بيجدد. فيديو النهاردة هيكون عن أجهزة المطبخ الصغيرة كلها، اللي هي الكبة، الخلاط، حلة الرز، المقلاية، العجانة، الكاتل، كل حاجة، مضرب البيض كمان برضو معانا، كل حاجة إن شاء الله بالتفصيل، حلوة ولا وحشة، إيه أفضل ماركة فيها، سعرها كام. فلوينا يبدأ ونشوف فيديو النهاردة هيتكلم فيه عن إيه، وإن شاء الله بإذن الله يعجبكم. طبعا بتعمل نيكس، ده اللي هو المصري مش الفرنساوي. حلو جدا. هو كان جاي كده الخلاط ومعاه الشفشف بتاعه، طبعا هو بيغه مش ازاز، وجاي معاه 2 مطحنة اهم، ادي واحدة وادي التانية. والافضل في الخلاط يكون الشفشق ده ازاز، ما يكونش بيغه، يبقى انضف بكتير. طيب حلو الوحش، حلو جدا، بس عيبه حاجة واحدة بس، ان هو من تحت بلاستيك بتاعه ضعيف، يعني بصوا ده كده اتكسر بسهولة جدا بعد فترة من استخدامه في غسالة الاطباق، اتكسر كده من تحت. بصوا حصل ايه، شايفين؟ بصوا ملاحظين الجزء ده حصل ازاي، في طرفين فيه اتكسروا، بس هي دي مشكلته. لكن اللي عايز حاجه افضل من كده شويه ممكن تشتروا خلاط براون، هو سعره تقريبا 900 جنيه غالي شويه، بس بصراحه خلاط ممتاز جدا. ده كان سعره كام؟ ده كان سعره 450، وكان معاه طبعا ضمان لمده سنه. دي اول مطحنه اللي هي بتاعت السكر، المفروض هما كاتبين ان دي مفرمه، بس هي بصراحه كانت مفرمه فاشله يعني. ودي اللي هي بتاعت البهارات، بس كده. الجهاز التاني اللي معانا وهو الكبة أو محضرة الطعام، دي بتاعت موليكس، اسمها موليكس ماستر شيف، بس هي موديل قديم شوية. ده شكلها، هي الكبة نفسها بتشيل كيلو إلا ربع من البصل أو الطماطم أو أيا كان. طبعا كان جاي معاها عصارة البرتقال، أو ممكن كمان تنفع الليمون، وده الجزء ده عشان خفق الكريمة والبيض، ودي اسمها وظيفة الخلاط، بنركبها هنا كده. بصوا ليه هنا كده حتت صغيرة، شايفينها؟ أهي، استنوا اهي، بحطها كده بحيث ان انا لما اجي اشغل الكبه او الخلاط، لما اجي اشغل الكبه كخلاط العصير ما يطلعش لبره، دي بتوقف لبره حتى لو الكميه فعلا كانت كبيره. فدي فعلا فكره كانت حلوه جدا. سعرها كان كام؟ سعرها كان 700 جنيه او 750 جنيه من تقريبا 3 سنين او 3 سنين ونص. طيب انا مش عايز اشتري كبه لوحدها وخلاط لوحده، اعمل ايه؟ هسيب لكم لينك فيديو في الاي اللي فوق دلوقتي حالا، ريفيو عن كبه براون، بقى لها عندنا ما شاء الله 17 سنه، ممتازه جدا جدا جدا، اللي هي العيله الصغيره، اللي هي كبه ومعاها مطحنه ومعاها السكين طبعا الصغيره بتاعتها. سعرها دي زي ما قلت لكم سعرها 700 جنيه، بتاعت براون سعرها 1700 جنيه، بس بصراحه ممتازه، هتغنيكم عن الحاجات الكتير دي. طبعا دي كان جاي معاها كمان سكاكين للبشر، دي للشيبسي، ودي علشان البصل، في واحده كمان صغيره اصغر منها شويه عشان التوم، يعني هم كانوا ثلاثه، شيبسي، بصل، وكان في كمان واحده للتوم. كده جهاز صغير جدا، بس طبعا بيفرق جدا في البيت، وهو الغلايه او الكاتل، دي اللي طبعا بتاعت الشاي، ده اللي هو البلاستيك بيشيل لتر 2 لتر لحاجه بسيطه يعني. بصوا من جوه عامل ازاي، من جوه هو فيه ما فيهوش عمود اللي هو النيكل ده اللي هو بيكون مضر، تمام. في هنا فلتر عشان لو في شاي مثلا او نقنق او حاجه بنغليها، تمام. هو من جوه شكله عامل كده، حلو جدا جدا جدا. ده بصراحه يا جماعه كان نصيب، مش عارف اسمه ايه، بصوا اسمه ايه، اسمه لايف سمايل، دي ماركة طبعا خالص، بس يعني هو كويس جدا. بس اذا هتجيبه انصحكم تجيبه يا اما بلاستيك كده يا اما بايركس. البايركس حلو جدا في التنظيف كمان، بتاع تورنيدو ممتاز، سعره 500 جنيه، ده سعره كان تقريبا 350 لانه بلاستيك. طبعا البلاستيك مش بيكون صحي قوي مع الميه، فالافضل يكون بايركس. دول انه ايه موجودين في السوق. النوع التالت اللي هو بيكون ستانلس، بيكون فيه من جوه العمود النيكل، وده عمود مضر جدا، بتلاقوا كده عمود، بصوا في الحته دي تحت كده بتلاقوا عمود طويل واخد من عند الغطا اللي هو فوق لغايه تحت، ده عمود مضر. طبعا طبعا لازم يتجاب بقاعده منفصله، يعني كده ما يكونش حته واحده طبعا، بس كده. وطبعا يكون كبير عشان يبقى اسهل في ان احنا نغلي الميه، ويكون اكتر من 1500 واط. بصوا ده كام واط؟ عارف واضح؟ لا كده واضح، بصوا 2000 واط، فيكون اكتر من 1500 عشان يسخن معاك ويغلي معاك الميه بسرعه، بس كده. نيجي للجهاز اللي بعد كده، هو القلايه الكهربائيه. القلايه دي يا جماعه من الحاجات الحلوه جدا في البيت. حلوه في ايه ووحشه في ايه؟ حلوه اولا في ان هي بتقلي، الناس عندها مطبخ امريكا مفتوح على الصاله بتقلي باقل روائح للاكل، يعني مثلا السمك هيطلع منه ريحه بسيطه جدا، مر من فوق ومن تحت من غير ما نقلبه، لان هي بتكون غامره الاكل في الزيت. درجات حراره، اللي عايز ان هو يقلي بدرجه حراره معينه الاكل يطلع مظبوط قوي معاه يعني. عايز طبعا ان هو يقلي بدرجه حراره معينه اهي،
لكن غير كده طبعا عيوبها ان تاخد زيت كتير، عايزه على الاقل 2 لتر زيت، وطبعا كهربا كتير. دي سعرها كام؟ دي اولا ماركتها او نوعها مين انت؟ ده يا جماعه مش بيطلع منها عشان كان في عليها كيس وهي كانت سخنه، فده بطل يطلع منها. دي سعرها دلوقتي 900 جنيه. في منها الاكبر كمان شويه، بصوا دي مربعه، في منها مدوره بتكون اكبر شويه، وبيكون تقريبا فرق السعر 100 جنيه او 120 حاجه زي كده. ده الجهاز الخامس او الرابع يا جماعه. الجهاز اللي بعد كده هو مضرب البيت، وطبعا ده اساسي في اي حد لسه بيجدد مثلا او لسه بيجهز. طبعا ده بيجي معاه 2 مضرب اللي هم الخفاقتين دول شكلهم، ولازم يا جماعه تجيبوه بالخفاقتين دول. في نوع تاني بيكون سلك ضارب، دي عامله زي السلك ده كده، دي بتكون سيئه جدا، بتتكسر من اي مثلا زبده اي حاجه انت بتكسرها على طول. فاشتروا اللي هو بيكون تقيل شويه ده، دول بيجوا معاه. طبعا دول للعجين، بس طبعا ده العجين خفيف يعني مش للعجين التقيل. طبعا ده المضرب نفسه. بصوا بقى، اذا انتوا جايبينه عشان مثلا ايه كيك مثلا حاجه حلوه مثلا مره كل شهر، هاتوا ده. ده اسمه سوكاني الصيني، بصوا هو 220 واط، شايف واضح ولا لا؟ لا لا، هو كده 450، معلش هو 450 واط، حلو بس ضعيف، في حاجات اعلى منه بكتير. طبعا ده هنا زرار اللي هو بينزل ال ده يا جماعه انا نسيت من كتر ما بستخدموش. ده اللي هو الزرار بتاع السرعه المتقطعه اللي هو كده ويوقف، وطبعا ده زرار السرعات كلها من 1 لحد 5، وده اللي بينزل بيخرج دول من مكانهم. يعني بص يبقى كده كده، ده اللي بيخرجهم. حلو جدا زي ما قلت لكم، ده كان سعره 25 جنيه، وحتى الان سعره 25 جنيه رخيص جدا، وبقاله عندي دلوقتي تقريبا 3 سنين. حلو بس زي ما قلت لكم، اذا حد بيحب الحاجات دي كتير وبيعملها بشكل مستمر هيكون ضعيف جدا بالنسبه له. طيب انا عايز مضرب بيدي يكون كويس، اشتري ايه؟ اشتري كينود، ممتاز يا جماعه جدا. كينود سعره تقريبا 500 جنيه بس بجد حلو جدا. طيب انا بقى بعمل كتير وعايز حاجه تعجن فعلا، اجيب ايه؟ هقول لكم. دلوقتي يا جماعه بصوا، ده كان عندي من قبليه بسنين، معلش طبعا يا جماعه متوسخ شويه عشان بس انا بستخدمه خالص دلوقتي. دي فكرته ايه؟ مضرب زي ده، بس طبعا مش ده كان بتاعه، بتاع كان واحد تاني. بنروح حاطين مضرب ده كده هنا، ونروح حاطين الخفاقتين دول من جوه هنا، والترس ده بيقعد يلف فبيحرك البوله دي مع المضرب، فتقعد تعمل كده. دي كانت عندي يا جماعه من اكتر، اقول لكم من كام سنه، كان عندي تقريبا وقتها 8 سنين لما اشتريت البتاع ده. حلوه جدا جدا، بس طبعا باظت مني لما المضرب نفسه ترسه باظ اللي كان فيها، بس بصراحه كانت حلوه جدا. اذا هتجيبوها بيكون تقريبا فرق السعر من اللي هي معاها الجزء ده كده بيكون تقريبا 100 جنيه، يعني المضرب لوحده او مضرب بتيل فرق السعر دي اغلى 100 جنيه يعني. اذا هتجيبوه طبعا بلاش تجيبوه بلاستيك، دي هاتوا اللي هي بتكون حديد، بتكون افضل بكتير عشان طبعا بيكون صحيه احسن. عشان لو حاطين مثلا حاجه مثلا فيها سنه مقدوحه، حاجه فيها حاجه سخنه، ما تبقاش تتفاعل مع البلاستيك. او حابين بقى حاجه تكون اقوى شويه، ممكن تجيبوا بقى العجانه. انا عندي بصراحه العجانه اللي هو بتاع جاك، ممتاز جدا جدا، وكان سعره 1250 جنيه وحلو جدا. هو كان تقريبا كان 600 واط، وبيعجن كيلو لربع دقيق، ده حد اقصى. بس بصراحه يا جماعه حلو جدا جدا، وفي معاه طبعا كذا ملحق اللي هو بتاع العجن وبتاع، بس العجين طبعا المضرب بتاعه الكبير. انه طبعا زي ما قلت لكم اكتر جهاز اقل اهميه وهو حله الرز. الحله دي يا جماعه من نيبوتك مش ميديا تك، هو تقليد للماركه اللي هي المشهوره بتاعت ميديا تك. بصوا الحله دي طبعا بيجي معاها الجزء ده علشان الخضار السوتيه او الكسكسي او اي حاجه على البخار. طبعا دي الحله نفسها، طبعا ده السخان بتاعها تمام، وكان طبعا بيجي معاه المعلقه دي برضه اوريها لكم عشان اللي عايز يشوف الجهاز كامل. اهي بيجي معاها المعلقه دي، واضحه اهي، عشان طبعا نقلب بيها الرز نفسه. بصوا هي حلوه مش وحشه، بس انا كنت جايب دي كان في عليها عرض وكان سعرها رخيص جدا، فبعد ما جبتها اكتشفت ان هي التفال بتاعها خفيف جدا، فالاكل اذا ما قلبتوش كويس بيلزق فيها. طبعا ده غير ان هي حجمها كبير قوي، يعني مثلا دي بتاخد لحد تقريبا 3 كيلو رز، فعايزه كميه رز تكون كبيره او محشي او كبسه او الكلام ده كله. بس هي صح في المجمل مش وحشه، وسعرها زي ما قلت لكم كان رخيص جدا. دي سعرها بيتباع اصلا ب 500 جنيه اصلا من غير عرض ولا حاجه. طبعا هي سهله جدا في تشغيلها، بنحط الرز والميه عادي، الميه حتى لو بارده، والرز والملح والزيت، ونروح قافلين. هنا طبعا في سمام البخار اهو بيطلع اللي هو الجزء ده اي بخار زايد، وبتكه بس على زراير الكوك كده لتحت. بعد ما الرز يتشرب او الاكل جواه يتشرب بتنقل هي لوحدها على الورم، وبتفضل مخليه الاكل سخن لحد 24 ساعه، وطبعا بكهرباء تكون قليله جدا. فبصراحه يا جماعه دي حلوه، بس زي ما قلت لكم يعني لو حد ايه مش فاضي مثلا بينسى الاكل بيعمل حاجه مثلا في وقت الطبخ، لكن غير كده مش هيكون ليها اي لازمه. انا بصراحه جبتها عشان لما اجي اصور فيديو مثلا بحب يبقى الاضاءه مظبوطه، فعند البوتاجاز الاضاءه مش بتكون كويسه، فعشان كده بستخدمها بصراحه في اي تصوير، بحط كده جواها الحاجه
بحسها كمان انشف من الحاجه العاديه بكتير. وفي نفس الوقت برضه لو نسيت مثلا وانا مثلا بصور الحاجه اللي في الحله عمرها ما هتبوظ ولا هتتحرق. بس وده كده يا جماعه كان فيديو النهارده، فيديو كده فيه ملخص كل اجهزه المطبخ الصغيره. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.